تتسابق شركات الأدوية العالمية ودول على إنتاج لقاح أو علاج لوباء كورونا، تقف غالبية الدول العربية متفرجة وتنتظر الفرج الآتي من الخارج، من خارج الحدود. لا بل أكثر، تنتظر استيراد الأدوية وأجهزة التنفس والمعدات الطبية. فنسبة استيراد التجهيزات الطبية والدواء أكبر بكثير من الإنتاج المحلي في كثير من الدول العربية، والذي يقارب الصفر في بعضها. إلا أن هذه الصورة السوداوية يخرقها بعض الضوء. فالأردن مثلا أعلن أنه ينتج على نحو كبير عقار هيدروكسيكلوروكين المستخدم في علاج كورونا، وسيرسله إلى دول عربية لاستخدامه في العلاج. لمصر أيضا باعها في هذا الإطار، وهي من بين الدول التي وافقت على إجراء اختبارات سريرية لتقييم فعالية الأدوية المطروحة كعلاج لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية. كذلك برهنت دول عربية فعالية في إجراءات الوقاية والفحص من كورونا، وسبقت في هذا الإطار دولا أخرى حول العالم، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة التي أطلقت خدمة الفحص من السيارة. ولكن ماذا ينقص الدول العربية لتكون سباقة في إنتاج الأدوية والتجهيزات الطبية؟ لا بل حتى في ابتكارها. وهل يكون ما يجري حاليا بمثابة جرس إنذار للدول العربية لتوجيه التمويل أكثر إلى القطاعات الطبية ولتعزيز المنظومة الطبية لديها؟ نرحب بضيفينا في هذه الفقرة. من القاهرة، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة الدكتور إسلام عنان، كما ينضم إلينا من عمان أستاذ المناعة والطب التجديدي ورئيس المركز العربي للخلايا الدكتور أديب الزعبي. أهلا بكما. أبدأ معك أولا دكتور إسلام عنان، ما الذي ينقص الدول العربية لتصبح بكل بساطة منتجة للأدوية بشكل أكبر وفاعلة في قضية تطوير الأجهزة الطبية والأدوات الطبية والكمامات إلى آخره؟ أهلا وسهلا بيكي وأهلا وسهلا دكتور أديب. أهلا بيك. إحنا عموما في شقين مهمين في السؤال، الإنتاج والتطوير. إحنا في الإنتاج الدول العربية متقدمة في الإنتاج، يعني الأردن ومصر والجزائر دول أعلى ثلاث دول في إنتاج الأدوية. لكن لو اتكلمنا هل الإنتاج ده لأدوية مبتكرة، يعني هل إحنا ابتكرنا الأدوية ديت؟ فللأسف لا، إحنا بنتكلم في إن كل الأدوية اللي إحنا ننتجها إلا 1 أو 2% هي أدوية إعادة تصنيع لأدوية موجودة بالفعل. فإحنا لا يوجد عندنا تطوير لأفكار جديدة وتصنيع لدواء جديد إحنا اللي مخترعينه في الدول العربية للأسف. إحنا حتى ميزانيات البحث والتطوير لإنتاج دواء جديد مش إعادة تصنيع لدواء تقريبا 2% 0.2% للوطن العربي كله. مصر تقريبا هي في حدود 2%، الأردن 1%، فميزانيات هزيلة للغاية للبحث والتطوير. ودي ليها سببين. السبب الأول هو أن ما فيش خطة بحثية لطويلة المدى. إنتاج دواء واحد ممكن يكلف البحث والتطوير 15 عام. إحنا لا يوجد عندنا خطة بحثية طويلة المدى لاختراع دواء. فبالتالي إحنا الخطط البحثية كلها معتمدة على أن الجامعات بحث لمدة سنة أو سنتين، ومعظمها للترقيات. يعني معظم الناس اللي بتخش تعمل دكتوراه ماجستير مش لأجل إنتاج دواء على خطة طويلة المدى. دعني أنتقل للدكتور أديب الزعبي في عمان. ما الذي يمكن إصلاحه في هذه المنظومة الصحية العربية عموما، إن كان من ناحية التجهيزات في المستشفيات ومدى الاستعداد فيها، أو حتى من ناحية تصنيع هذه الأدوية؟ على ما يفترض أن نركز الآن برأيك؟ مساء الخير أختي الكريمة، مساء الخير لمشاهديك الكرام ولضيفك الكريم دكتور عنان. يعني حقيقة هذه الصورة ليست بهذه السوداوية، هناك الكثير من الضوء وكثير من الأمل. يعني بكل الفخر والاعتزاز الآن الأردن مثلا صنع هيدروكسيكلوروكوين، الآن يصدره إلى 7 دول عربية، وقد يعني قام جلالة الملك بالاتصال بدول عربية لتوفير هذا الدواء ب7 دول عربية، وهذا شيء جميل. ثانيا
المستحضرات الطبية التي نحتاجها ويحتاجها الأردن ويحتاجها الدول العربية من كمامات وألبسة واقي وكذا الآن تم تصنيعها في الأردن وفي دول عربية أيضا. يعني ليست هذه الصورة بالقاتمة كذلك، لكن أنا أتفق مع دكتور عنان أن معظم الأدوية وليست كلها يا دكتور عنان، معظمها هو عبارة عن تقليد أو خلينا نحكي أدوية بديلة لما تم تطويره وتصنيعه في الغرب، إلا هناك في بعض الفرق البحثية في الأردن ومصر والإمارات وغيرها تقوم بعمل جبار، يعني في حقيقة حتى نستطيع أن نطور شيء نحن بحاجة إلى 15 إلى 20 سنة من البحث والتطوير المتواصل حتى نستطيع أن نقوم بتصنيع جهاز أو دواء أو عقار ما. هذا النفس الطويل من الأبحاث والتطوير غير موجود لدى حكومات، لأن حكوماتها تتغير وتتغير معها أولوياتها، ولا توجد في أولويات الحكومات العربية البحث والتطوير. أريد أن نضيف نقطة مهمة هنا لو سمحتي لي، وهي إذا قارنا، إذا قمنا بمقارنة الخطط التي سمعنا عنها من كل دول العالم لمواجهة كورونا، نجد أن هناك في كل دولة من الدول المتقدمة نقطة محددة، دعم الأبحاث والتطوير ودعم الشركات المنتجة للأدوية وكذا وكذا. في الدول العربية هذه النقطة غائبة، يعني تكون الخطة عادة كيفية احتواء المرض، كيفية مواجهة المرض، ولكن لم توجد هناك أي دولة عربية قامت بقول مثلا سنخصص مثلا مليار دولار أو مليون دولار أو دولار واحد لدعم مثلا قطاع الشركات التي تقوم على إنتاج أدوية وعقارات أو طرق علاجية مثلا لموضوع كورونا. أنا يعني معلش، في مصر مثلا هناك الكثير من الفرق العاملة على هذا الموضوع، وتستطيع أنا متأكد هناك العقول والكفاءات العربية في مختلف الدول العربية قادرة على تطوير علاجات لكورونا، ونحن نعمل في المركز العربي للخلايا الجذعية على تطوير علاج قائم على استخدام الخلايا الجذعية مثل كامل ستيم سيلز فور تريتمنت اوف كوفيد 19، وسجلنا هذه الدراسة قبل أسبوع في وزارة الصحة الأمريكية، والآن نحن يعني نتفاوض مع جهات متعددة. نعم اسمح لي دكتور أديب، أنت ذكرت عدة نقاط في دفاعك عن لا اسمح لي فقط أعود إلى الدكتور إسلام عنان، اسمح لي أكمل هاي النقطة. ماشي أكمل النقطة هاي. هذا العلاج علاج هذا غير موجود في أي دولة في العالم، لم تقم بها أي دولة في العالم، هذا علاج عربي أصيل ولم نستورده من الخارج. طيب هذه النقطة. واضح دكتور زعبي. دكتور إسلام عنان في مصر، استمعت إلى طبعا يعني ما قاله الدكتور الزعبي دفاعي عن المنظومة الصحية العربية، هناك دول تنتج أدوية كما يقول، ذكر منها بعض الدول، لكن دعنا يعني في النهاية نعترف دكتور عنان، هل تعتقد بأنه مع الوضع الطارئ العالمي أمام فيروس كورونا، هل يمكن إنكار بأن ولا دولة ولا منظومة صحية كانت جاهزة لاستقبال هذه الأعداد؟ رأينا انهيار المنظومة الصحية في إيطاليا أمام الأعداد الهائلة للمصابين بكورونا، في فرنسا الآن أيضا يواجهون الأمر نفسه، في إسبانيا أيضا، كيف ترد؟ تمام، يعني هرد على شقين. الجاهزية المستشفيات والأنظمة الصحية سيئة للغاية في كل العالم. احنا لما نتكلم ان مخصصات الصحة في الوطن العربي تقريبا من 2-3% فقط من الميزانيات الدول، ده مبلغ هزيل للغاية. احنا لو بنتكلم حتى من الناتج القومي المحلي المبالغ كلها في بعض البلاد العربية تقريبا 1.7 2.5. أوروبا مش أحسن حالا، أوروبا مخصصات الصحة من الميزانيات هزيلة للغاية كذلك، يعني في حدود من 7-8% مع كل هذا التطور. ونفس الكلام أمريكا، أعلى مخصصات تقريبا داخلة في 18%، مع ذلك مش هيقدر يواجهوا 911 حاليا، الأوبريتورز مش مكفيين، ما بيردوش على المكالمات من كتر الطوارئ بسبب فيروس كورونا. فكلنا ما عندناش الجاهزية، ومتهيألي ما بعد كورونا كل العالم محتاج يغير المخصصات المالية دي اللي بنسميها تقديم الخدمة الصحية. لكن لو اتكلمنا عن النص الأولاني وهو اختراع الأدوية، أشكرك على النقطة اللي انت قلتيها. من كل البلاد اللي بتنتج وبتحاول تفكر في اختراع ماسك لفيروس كورونا والمرض كوفيد 19 أو علاج، لا يوجد ذكر لأي دولة عربية. حتى انتاج الكلوروكين، هو كلوروكين أصلا دواء فرنسي، احنا إعادة انتاج. صحيح مصر والأردن عندهم أكبر مخزون من الكلوروكين، لذلك مصر والأردن هم اللي تقريبا بيعملوا سبلاي للكلوروكين في كل افريقيا وللنمرو وللدبليو اتش او في الدول اللي محتاجه علاج للملاريا. لكن لو ذكرنا مثلا اختراع دواء، لو اتكلمنا على التكنولوجيا الحيويه البايو تكنولوجي اللي هي الادويه اللي بتنتج بطريقه بيولوجيه، احنا كنا بنقول تقريبا 100% من انتاج الدول العربيه اعاده تصنيع الادويه موجوده. هل يوجد دواء واحد ممكن نذكره، دواء واحد انتج في البلاد العربيه وتم اختراعه
عن طريق البايوتكنولوجي، انا عايز حد يقول لي دواء واحد، لا يوجد ولا دواء في كل السنين اللي فاتت انتجتها البلاد العربيه. وانا يعني هتفق مع دكتور اديب في نقطه ان هي محتاجه جاهزيه من الدول، وهل اصلا احنا محتاجين نبقى بنركز على فكره ان احنا نطور عقار او مصل جديد، ولا نكتفي بان احنا نحسن من الادويه اللي احنا بنصنعها، لان دي خطه بديله. ما مش كل دول العالم محتاجه انها تطور ادويه، تطوير الادويه متروكه لبعض الدول المعدوده على نطاق العالم، وبقيه الدول حتى المتقدمه بتشتغل ان هي تحسين التصنيع المحلي لعدد الادويه، لكن احنا لا ننتج ولا دواء. كل بحث التطوير اللي هي 1% راح لابتكار وسيله جديده لتصنيع دواء قديم برضه. اذا مع هذا الكلام دكتور اديب الزعبي، برايك هل انتهى زمن الميزانيات العربيه الهزيله في بعض الدول العربيه حين يتعلق الامر بوزارات الصحه والمنظومات الصحيه؟ هل سيكون كورونا يعني نقطه انطلاق جديده في عده دول، ليس فقط في العالم العربي ولكن حتى عالميا فيما يتعلق؟ راينا حتى ماكرون تحدث عن تغيير في السياسه الوطنيه في بلاده والاوروبيه بسبب كورونا. نعم، كورونا سيغير التاريخ بالتأكيد، الكل يقول هذا الكلام، ولكن هو عبارة عن يعني تاريخ جديد، تاريخ ما قبل كورونا ما بعد كورونا بالنسبة للدول العربية والمنظومات الصحية. وأنا أشير إلى قضية مهمة جدا، مع كل هذا التقدم العلمي ومع كل هذا التقدم الطبي والتكنولوجي وتصنيع الأدوية، انهارت الدول الأوروبية الأكثر تصنيعا للأدوية، وهي أمريكا وأوروبا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، هاي الدول الأساسية وبريطانيا، كلها يعني انهارت امام قضيه بسيطه، هي يعني بانديميك اوف فايروس. ما نقول قضيه بسيطه لكنها قضيه مهمه، يعني اين شركات الادويه الكبرى الضخمه العملاقه المالتي تريليون دولار، وين هم الان؟ لكن تطلع انا يعني القضيه التي اريد ان اشير اليها ان التعامل مع كورونا هو الفرق بين إدارة فاشلة وإدارة ناجحة. انظر إلى التعامل مع الكورونا مثلا، أنا أعطيك مثال، لست لأنه أردني ولكن خذ الأردن بإمكانيات البسيطة استطاع أن يسيطر على المرض وأن يسيطر أن يعمل حجر صحي وأن 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 من غير ما نوقع في المشكلة اللي وقعت فيها إيطاليا مع كل التقدم الطبي. ولكن يا دكتور أليس الوقت مبكر دكتور الزعبي؟ أليس الوقت مبكرا للإعلان عن هذه النتائج أو للتأكد من أنه ليس هناك إصابات مستقبلية؟ لا نستطيع أن نحكم على المستقبل يا سيدتي الكريمة. لا أنا ما أتحدثش عن المستقبل البعيدة، أتحدث عن الشهر المقبل. لا نستطيع أن نتحدث حتى عن يوم غد، لأنه ما لا أحد يعرف في الكون كله، لا أحد يعرف أين يتجه هذا الفيروس. وهناك أمر آخر، إذا تغير الفيروس وقام بتطوير نفسه وتطوير مستوى العالم، 8 سلالات على مستوى العالم معظمها في أوروبا وأمريكا، الآن بدأ الفيروس يطور نفسه ولا نعلم هل سيتطور عندنا ولا لا، لا سمح الله. القضية حتى هذه اللحظة حسن إدارة الأزمة هو ما يسيطر على الموقف وعلى الموقف في الشارع في الموضوع. يعني الآن لا نريد أن نقلد كل شيء، كل موجود في أمريكا وأوروبا، أمريكا وأوروبا عندنا لدينا ما يكفي من العقول والكفاءات والإنتاج المحلي الكافي والقادر بإذن الله على التحكم والخروج من هذه الأزمة. طيب، لماذا لا نعتمد على أنفسنا؟ وهين اعتمدنا على أنفسنا. طيب، شفنا النتائج حتى هذه اللحظة، النتائج نعم بإذن الله رائعة. نعم. دكتور إسلام عنان، يعني هناك أمثلة ربما تكون أمثلة جيدة بالنسبة للعالم العربي، ذكر منها مثلا كما يقول الأردن الدكتور الزعبي حين نتحدث عن قضية الإدارة، إدارة الأزمة الآن في العديد من الدول العربية، ألا تعتقد بأنها كانت على المستوى المطلوب؟ تمام، اللي أنا شايفه أن الدول العربية كان يعني ما نقدرش نجمع طبعا كل الدول مرة واحدة، لكن كان في دول أكثر جاهزية من دول. هي الفكرة كلها مين اللي قدر يبتدي بدري، يعني مين من الدول العربية اللي بدأ من شهر يناير وابتدى يحط خطط احترازية. الأردن، مصر، الإمارات طبعا تفوق كل الدول العربية في الخطط الاحترازية، بما أن حاليا حتى توسعوا في فكرة الفحوصات. احنا بنتكلم في 13,000 فحص لكل 1,000,000 مواطن، ده أعلى نسبة موجودة على مستوى العالم. الحاجة الثانية اللي كان نقدر نذكرها هو في بعض التأخير
في احترازات الغلق. ده كل الدول العربية نقدر نقول مفيش نستثنيش منهم حاجة، اتأخروا في غلق المطارات وفي غلق المدارس وفي غلق كل التجمعات من أجل أن احنا نسيطر على الفيروس. لو قلنا أن السبب ده هل هو يرجع لإدارة فاشلة في الدول نفسها، أنا في رأيي هو يرجع لسبب آخر، هو تأخير إعلان البانديميك ستيت من منظمة الصحة العالمية. في رأيي ده أكبر يعني مشكلة واجهت العالم، إن هم كانوا بيفكروا في التداعيات الاقتصادية وبالتالي أخروا البيان وابتدوا يأخروا في التصريحات بتاعهم والاحترازات. ولما حتى أعلن حالة البانديميك ما أعلنوش بعديها إيه الاحترازات اللي واجب العالم كله يعملها مرة واحدة، ففي دول أغلقت ودول لأ، فبالتالي فضل برضو الفيروس في انتشار. في رأيي إن التداعيات ممكن تكون كويسة أحسن من أوروبا، أوروبا تهاونت جدا من الوضع خصوصا مع تأخير الآن البانديميك، أحسن حالا في إدارة الأزمة، ولكن إحنا كلنا في انتظار أسبوعين كمان عشان نقدر نشوف هل فعلا نقدر نحكم كانت إدارة الأزمة دي جيدة ولا لا. إحنا ما نقدرش نحكم على أي إدارة أزمة إلا بثلاث حاجات معروفين جدا، هي الموارد الريسورسز البروسيس الآليات اللي استخدموها، وثالث حاجة الأوتكم الناتج. إحنا حاليا عندنا الموارد ابتدينا نشوفها وهي ضعيفة، البروسيس جيده للغايه في الهوسبيتال مانجمنت وفي المانجمنت اوف كير والكرايسيس، لكن اخر حاجه لسه ما نقدرش نحكم عليها دلوقتي، النتيجه سابق لاوانها جدا نحكم عليها دلوقتي. اذا الامر سابق لاوانه دكتور الزعبي بان نحكم على مدى تقليص فيروس كورونا في الدول العربيه حتى ما ذكرته من مثال عن الاردن، ما رايك؟ لا طبعا انا اخالف الدكتور عنان بكل احترام طبعا وتقدير لشخصه الكريم. أنا أختلف معك سيدي، أنت قلت في البداية أنه هي الدول التي استجابت مبكرا واستطاعت أن تنظم الموضوع من البداية وأعطته الأهمية اللازمة. أوروبا اعترفت وإيطاليا اعترفت والمسؤولين الإيطاليين والبريطانيين والإسبانيين والألمان اعترفوا بأنهم كانوا متأخرين جدا في التعامل، ولذلك هي نقطة البداية. إدارة الأزمة كانت ناجحة في بعض الدول، لست لأني أردني ولكن أقول الحق، وتم يعني استخدام حتى المثال الأردني في أمريكا، وشفت الإعلام الأمريكي أشاد بالتجربة الأردنية أو الإماراتية كمان. يعني الإمارات والأردن كانت دول سباقة في التعامل مع الأزمة بطريقة مختلفة، لا أقول أنا بأنه عباقرة لكن أدرنا الأزمة بطريقة مختلفة. الآن أود أن أضيف إلى ما قال الدكتور أنه الريسورسز والبروسيس والأوتكم ماشي ممتاز. الأوتكم أنا عندي حتى هذه اللحظة حتى نهاية شهر مارت، أنا عندي الآن أول حالة في الأردن سجلت في فبراير. الآن عندي 45 يوم، لو كان عندي إدارة مثل إدارة إيطاليا وألمانيا وإسبانيا كان عندي الآن في الأردن لا يقل عن 50,000 مصاب بهذا الفيروس. هذه الإدارة ما أقول عنها، هذا البروسيس الريسورسز، الحكومة بحسن الإدارة سخرت كل إمكانات الدولة في القطاع الخاص والعام، يعني المحجورين ما حدش في دولة في العالم وضع. نعم الناس. فلذلك قضية ثالثة، الأوتكم شفنا عندنا الآن أقل من 250 مصاب الحمد لله، أو أقل من 300 مصاب حتى هذه اللحظة، وإن شاء الله الرقم يعني ما يرتفع كثير. لكن بدي أقول حتى الدول العربية الأخرى، أنا لا أتوقع أن يكون عندنا أوت بريك مثل الموجود في أمريكا وأوروبا وغيرها. لكن في قضية مهمة أختي الكريمة لو سمحتي، نحن الآن في معرض الحديث، لسنا في معرض الحديث عن إدارة الأزمة. نحن الآن هذا اللقاء كان وقد أخبرتمني أنه عن الأدوية وتصنيع الأدوية وما إلى ذلك. نحن كإدارة أزمة بالنسبة لموضوع كورونا، عندما وافقت منظمة الصحة العالمية أو شجعت على استخدام هيدروكسيكلوروكوين، كان الأردن من أول الدول التي استخدمته، بينما دول أخرى ما زالت تنتظر ولسه بحسب 5 في 6. نعم دكتور. ثانيا احنا قمنا بتطوير علاج محلي باستخدام الخلايا الجذعية، هذا العلاج لم يوافق عليه ولا شيء، ولكن احنا شغالين، وفي مصر في ناس شغالين نفس الشيء، في الصين، في أفريقيا، في أوروبا، في إيران، في كل العالم. ولذلك يا سيدتي نحن لا ننتظر أوامر من أي شخص أو من أي جهة حتى نفكر وحتى نخترع. أنا أود أن أوجه هذه الرسالة لكل المخترعين والرواد والعلماء والباحثين العرب، ابدأوا بالتفكير، إن لم تبدأوا ابدأوا الآن، هذا الوقت الذي يحتاجكم فيه الوطن العربي حتى تفكروا وتخترعوا، ولا يوجد سقف للاختراع. سكاي از ذا ليميت، عندنا علاج وعندنا مرض، والمرض باذن الله بسيط، والقادرون باذن شكرا الله لك على القضاء عليه بالفكر والمنطق ان شاء الله. شكرا لك دكتور اديب الزعبي، استاذ المناعه والطب التجديدي ورئيس المركز العربي للخلايا. الشكر ايضا للدكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه من القاهره. شكرا جزيلا لك.